بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الخبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا روح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نفعنا بعلومه في الدارين أمين، في كتابه المسمى بغاية المأمون شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب لهذا الرواق العامر المبارك، وهو الرواق الجاوي. قال: وشمل ما ذكره المصنف الرخصة والعزيمة. يتكلم في هذا الباب عن الرخصة والعزيمة، ويعرف كلا منهما، وهذا التعريف الذي ذكره هنا مأخوذ من جمع من تعريف المحلي للرخصة والعزيمة على جمع الجوامع. هو يعتبر تعريف جمع الجوامع مع بعض إضافات للإمام المحلي. قال: وشمل ما ذكره المصنف الرخصة والعزيمة. فالرخصة والعزيمة يعتبر نوع من أنواع الأحكام الشرعية، هما وصفان للحكم وليس حكما مستقلا. الرخصة والعزيمة وصفان للحكم لا للفعل، وصفين للحكم، لأن الحكم الواجب والمندوب قد يكون رخصة وقد يكون عزيمة، ولكن بالنظر إلى وضعية أخرى سوف نتكلم عنها. فالرخصة والعزيمة وصفان للحكم وليس وصفان للفعل. لا هو وصفين للحكم وليس وصفا للفعل. والرخصة في اللغة هي السهولة، يقول لك رخصت الأسعار، معناها إيه؟ تيسرت، يعني قلت، فأصبح من الميسور أن يتعامل بها الناس. والعزيمة هي القصد المؤكد، لأن الحكم، يبقى هنا نتكلم على الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي قد يعتريه وصف الرخصة وقد يعتريه وصف العزيمة، لأن الحكم أي الحكم الشرعي إن تغير تعلقه، انتبه إلى أن التغير هنا واقع على تعلق الحكم لا على الحكم، لأن الحكم كما قلنا قديم، لأنه خطاب الله، خطاب الله سبحانه وتعالى في القدم لا يتغير، إنما الذي يتغير هو التعلق، تعلق الحكم. وتغير التعلق معناه انعدام التعلق ووجوده، تغير التعلق انعدامه ووجود تعلق خطاب آخر، يعني التعلق الأول انتهى زال وتبعه تعلق آخر للحكم. يبقى إن تغير تعلقه، لكن الحكم كما هو قديم، إن تغير تعلقه من صعوبة، من هنا لبيان جنس التغير، لأن التغير قد يكون من حالة صعبة على المكلف إلى حالة سهلة على المكلف. قال: إن تغير تعلقه من صعوبة، جنس للتغير، جنس التغير إيه؟ من صعوبة على المكلف ومشقة زائدة على المكلف إلى سهولة على المكلف، كان ذلك رخصة. نرجع تاني، نقول إلى سهولة، كأن تغير، كأن يعني مثل تغيره،
يبقى كأن جملة أتى بها لبيان، أو كلمة أتى بها لبيان الصورة، كأن تغير من حرمة الفعل إلى حرمة الترك. أين فاعل تغير؟ تغير من إلى التعلق. انتبه إن التغير هنا عائد إلى التعلق، لأن الحل والحرمة الذي هو خطاب الله لا يتغير لأنه قديم، إنما الذي يتغير هو تعلق الخطاب. ومعنى تغير تعلق الخطاب أنه كان متعلقا بالحرمة ثم بعد ذلك تعلق بالحل، يعني انتقل من تعلق إلى تعلق، انتقل التعلق من الحل، من الحرمة إلى الحل، من حرمة الفعل أو الترك حرمة الفعل. يبقى حرمة الفعل يبقى ده إيه؟ ده اللي كان حرام. أو حرمة الترك ده إيه؟ ده اللي كان واجب. إلى حله، يعني من حرمة الفعل إلى حل الفعل. كالميتة، كانت الميتة في حال يعني الرخاء وحال السعة حرام أكلها على المكلف، ثم بعد ذلك صارت الميتة أكلها حلالا على المكلف. ولكن إيش السبب؟ السبب هي حالة العذر، هي حالة الضرورة، هي الحاجة إلى بقاء النفس البشرية. قال من حرمة الفعل أو الترك، حرمة الترك يبقى ده الواجب، حرمة الفعل يبقى ده الحرام، حرمة الترك يبقى ده إيه؟ هذا هو الواجب. إلى حله، إلى حل الفعل أو إلى حل الترك. لعذر، اللام هنا سببية، يعني بسبب العذر. نفهم من هذا أن الرخصة لا بد لها من وجود عذر مسوغ للانتقال مع قيام السبب للحكم الأصلي. ويشترط كذلك للرخصة أن يكون السبب للحكم الأصلي الذي انتقل عنه، يعني انتقل من تعلقه إلى تعلق آخر، لابد وأن يكون السبب قائما للحكم الأصلي المتخلف عنه. يبقى قيام السبب للحكم الأصلي الذي انتقلنا عنه، تخلف عنه يعني إيه؟ يعني انتقلنا عنه، تخلفنا عن الشيء يعني تركناه وذهبنا إلى غيره. فهذا الحكم الأصلي قد تخلفنا عنه، أي تركناه وذهبنا إلى حكم آخر. أخلص وهدي لك 20,000 مثال، 200,000 مثال، الأمثلة موجودة أهي للعذر. يبقى مع قيام السبب الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة. هو رخصة دي التسعة، بيقول العذر والرخصة، لا هي فرخصة مع قيام إلى حله لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر، يعني تخلف عنه بسبب الإيه؟ بسبب العذر. يعني العذر هو الدافع لكي نتخلف عن الحكم الأصلي ونذهب إلى الحكم الآخر، أو هو السبب الذي أنهى هذا التعلق وأوجد هذا التعلق. فرخصة أي فهو رخصة، والرخصة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مندوبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون خلاف الأولى. فالرخصة على هذه الأنحاء رخصة واجبة. طب هيا بنا نأخذ هذا المثال ونطبق فيه، ثم بعد ذلك نضع فيه التعريف. واجبا كان، يعني سواء كان الحكم واجبا كأكل الميتة
للمضطر أكل الميت. فين الآية؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب يبقى أكل الميتة في الأصل حرام، لماذا؟ إيه سبب الحرمة؟ أن الميتة خبيثة، يبقى الحكم الأصلي هو الحرمة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة. طيب السبب إيه؟ السبب خبث الميت. ما الذي حدث؟ الذي حدث أننا احتجنا احتياجا شديدا لأكل الميتة لاستبقاء الروح. سافرنا وهذا هو الغالب في السفر، ولم نجد معنا طعاما، وخفنا على أنفسنا إن لم نأكل من الميتة أن تذهب أرواحنا، فأكلنا من أجل استبقاء الروح. ولكن الحكم الأصلي هو إيه؟ الحرمة. طب الضرورة وحاجة بقاء النفس البشرية، ده العذر. طيب السبب للحكم الأصلي موجود ولا مش موجود؟ ما هي في حالة الضرورة خبيثة وفي حالة السعة وغير الضرورة خبيثة. فالحكم تغير تعلقه من الحرمة إلى تعلقه بالوجوب. السبب في كليهما موجود وهو خبث الميت. مع القيام في هذه الحالة الميتة خبيثة، في حال الضرورة الميتة خبيثة في حال السعة. يبقى تغير التعلق من صعوبة، الصعوبة اللي هي إيه؟ اللي هي الحرمة، يحرم عليك أن تأكل، يبقى دي صعوبة، إلى سهولة وهي الأكل لاستبقاء الروح، مع العذر، مع قيام السبب للحكم المتخلف عنه. أو يبقى عندك أو انتقلنا من حالة الصعوبة إلى حالة السهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي وهو خبث الميت كأكل الميتة للمضطر. أسبابها الخبث في الميتة، طيب، وسهولة وجوبه. طيب هنا بقى السؤال، هو بيجاوب عن السؤال ده، فهمنا كده الرخصة. إيه هي الرخصة؟ هي الحكم الذي تغير تعلقه من صعوبة إلى سهولة، مع لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه. ده تعريف مين؟ ده تعريف الإمام ابن السبكي مع بعض زيادات للإمام المحلي. يبقى الحكم نفهم من هنا إيه؟ إن الرخصة والعزيمة وصف للحكم وليس وصفا للفعل كما ذهب إلى ذلك بعضهم. تغير تعلقه، نفهم أن الخطاب والحكم قديم، ولكن الذي يتغير من حالة إلى حالة هو التعلق. من صعوبة على المكلف، هو صعب على المكلف، المنع صعب، لأن الحرمة معناها إيه؟ معناها أنك تمنع نفسك، ومنع النفس صعب، إلى سهولة على المكلف. كان تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى حله لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف يعني العذر فرخصة، واجبا كان كأكل الميتة للمضطر. فهمنا الحدوتة دي. ولذلك لو قالك لا أنا مش هاكل، مش هاكل الميتة وأنا في حالة الضرورة، ومات، مات عاصيا آثما لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه الأكل في هذه الحالة. وسهولة وجوبه لموافقته لغرض النفس في بقائها. طيب انت بتقول انتقال من صعوبة إلى سهولة، طب ما هو برضك الواجب، ما هو برضك صعب في أصله، ليه؟
لأن الواجب فيه إلزام والإلزام صعب، والحرام فيه إلزام والإلزام صعب، فأين السهولة في أن تكون الرخصة واجبة؟ قال السهولة هنا إن الوجوب موافق لغرض النفس البشرية من الأكل بسبب أنها تحافظ على بقائها. السهولة جت منين؟ مش زي الصلاة، لا، الصلاة دي على خلاف رغبة النفس في الأصل، يعني بخلاف رغبة المؤمن والتعب، لأن ده ما جاتلوش كده، ده جاتله بالضربة والاجتهاد والتربية. لكن هي من حيث ايه؟ اتفرج كده حضرتك وانت قايم تصلي الفجر وانت نايم الساعة 2 بالليل مع شغل شديد ودراسة للعلم، ما الذي يحدث لك؟ مدافعة، وتستنى شوية وتقوم وتتقلب هنا وتتقلب، صعبة شديدة. ما هو ده الوجوب، أصل الوجوب كده. لكن تقول لك طب ما العابد، لا، العابد رب نفسه على هذا، العابد سهل عليه العبادة موافقته لغرض المحبوب، واخبرك يا مولانا العابد كده، هو بيحب، عشان كده قام، ما صدق انه سمع الأذان فقام مسرعا حتى يناجي حبيبه. وهذا الحب بيعمل المعجزات زي ما بيقولوا، فعشان كده حب ربنا، يا سلام تستمتع بالعباد، ربي نفسك على هذا المقام، مقام الحب. أو الراجل ده بيحبني، تبص تلاقيه بقاله 15 سنة ما سابنيش، وأنا يعني مثله معبود ومخلوق، واخد بال حضرتك. ولكن الحب يجعل الإنسان يريد أن يرى محبوبه دائما قائما بجواره، وحب الله سبحانه وتعالى من الحب الذي يدوم، ومن الحب الذي ينفع، ومن الحب الذي تستغرق فيه كل لحظة يتتمتع بها. إن أعطاك فأنت تحبه، وإن منعك فأنت تحبه. يشوف الواحد لما بيحب واحدة وتصده يتلذذ بصدها، تبلغ عنه اسم الشرطة يتلذذ، تموته يا سلام الحمد لله الذي أماتني بيدك. ايه ده؟ على كده بقى يا اخوانا، ان الحب ده ما بيخليش المحب يرى السوء قط، ده بيرى الألم لذة، بيرى الوجع يعني طمأنينة. لا لا، ده مكذوب يا مولانا، مقام الحب ده مقام من مقامات الجذب. وسهولة وجوبه، احنا دخلنا كده في سيد عمر بن الفارض، ودخلنا كده في الحاجات العشق الإلهي. قال وسهولة وجوبه يعني الأكل. طب ما هو الأكل ده واجب، والواجب ده قال له بس خلي بالك، هو الذي جعل الأكل الواجب سهل هو أن هذا الأكل موافق لغرض النفس، فالنفس ستدفعك إلى أن تقوم وأن تذهب وأن تأكل منك لنفسك كده، كأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الزواج، مش هيبقى صعب بالنسبة لك لأن نفسك تريده وتتمناه، وستجد نفسك تسرع. وشوف أخونا هو بيضحك، يا رب يا رب عجل الوجوب يا رب، واخد بالك سيكون ما تقلقش. قال وسهولة وجوبه، الواجب سهل ازاي؟ ما هو ده منع من الترك والزام بالفعل. قال له طيب ما هو حتى لو كان الزام بالفعل، لكن حب نفسك وغرض نفسك وهوى نفسك يجعله سهلا وميسورا. وسهولة وجوبه لموافقته، يعني لموافقة الأكل لغرض النفس. ايه مقصود النفس من الأكل؟ أنها تبقى، ده النفس بتحب البقاء جدا وتؤثر الدوام على الموت. وقيل إنه عزيمة، وقيل ده رأي عندنا يقول لا، إن الأكل عزيمة وليس رخصة. وجه العزيمة إيه؟ إنه لازم، وكأنه هو جرد المعنى، وهو معنى يعني إرادة النفس للبقاء. لا، ده انتقال من لزوم إلى لزوم، وإذا انتقلنا من لزوم إلى لزوم
يبقى في ايه؟ في قصد، في تأكيد، يبقى ما فيش سهولة. لا ده عزيمة، لا لا عزيمة على هذا. ابن دقيق العيد بيقول لا مانع أن يكون الشيء رخصة من وجه وعزيمة من وجه، من حيث إنه انتقال من أمر لازم إلى أمر لازم فهو عزيمة، ومن حيث إن فيه استبقاء للنفس البشرية ومسارعة للنفس في التناول، تناول الطعام من أجل بقائها، يبقى إيه؟ يبقى ده رخصة. أو مندوبا، يعني وقد تكون الرخصة مندوبة، كقصر مسافر وقصر ده مصدر، ومسافر ده مضاف إلى المصدر، يعني وده من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني يقصر المسافر الصلاة في سفر، سفرا يعني في سفر يبلغ 3 مراحل. ده السنة كده، السنة. طب ايه ده مش مرحلتين؟ لا، ما هو مرحلتين ده عند الشافعية، 3 مراحل عند مين؟ عند أبي حنيفة. والمرحلتين العلماء حسبوهم 35 كيلو، يبقى نزيد عليهم 40 كيلو، بقى كم؟ يبقى 130 كيلو. يبقى 3 مراحل يعني 130 كيلو، بما يسمى سفرا. يبقى دي يا مولانا، يبقى دي رخصة، ولكنها رخصة ايه؟ رخصة مندوبة. إيه انتقلنا في هذه من ايه لايه؟ يلا كده نجرب عليها التعريف. المسافر يقصر الصلاة الرباعية. طيب يبقى الأصل هو الإتمام، والمنتقل إليه هو القصر. يبقى الحكم الأصلي هو وجوب الإتمام، والحكم الرخصة هو جواز القصر. فانتقلنا من الوجوب إلى الندب، خليها الندب في 3 مراحل. طب إيه هو بقى قيام؟ مع قيام السبب للحكم الأصلي. إيه هو بقى السبب هنا؟ دخول الوقت يا أخوانا. السبب الأصلي لوجوب الصلاة إيه؟ دخول الوقت. الشخص الذي سفر، سفر يبلغ 3 مراحل، يعني 120 كيلو، يعني سفر 3 أيام، أو سفر 3 ليالي، أو على الترتيب الفقهي المعروف، الشخص ده كان القصر بالنسبة له مندوب. أذن عليه صلاة الظهر، يبقى السبب الذي أوجب عليه صلاة الظهر هو الوقت، دخول الوقت. طب في الإتمام دخل وقت العشاء، أليس كذلك؟ طب وفي القصر دخل وقت العشاء ولا لا؟ يبقى قام السبب للحكم الأصلي في الرخصة، مع قيام السبب للحكم الأصلي. طيب احنا عندنا المنتقل عنه وجوب الإتمام، المنتقل إليه ندب القصر. طب العذر، المشقة، السفر مشقة حتى ولو كان بالطيارة، وحتى ولو الطيارة ديت طيارة الملك، السفر مشقة مشقة. طب ده طيارة لا، ما ده السفر ده لوحده حضرتك، ده انت لما بتنتقل. انا لما رحت البرازيل وكان على الخطوط، عشان ما تبقاش اعلانات، وكان على خطوط شركة فخمة جدا، كان قعدتي في البيت احسن من السفر. فضلت ماشي بالطيارة، مش ماشي، طاير بالطيارة 13 ساعة، منهم 7 ساعات على المحيط وانت قاعد كده. لا ده مشقة، حتى ولو كان الملك
عامل كده ايه غرفة ونايم، ما هو برضك مشقة. نمته في بيته خلاف نمته في الطيارة، بيفرق. يجي له رجة كده هوائية يقول لك خلاص هموت، والرجة الهوائية يقول اتصلوا بشعبي انا هدي كل واحد 100 دولار بس ادعوا لي. لا، السفر مشقة. يبقى العذر هو ايه مولانا؟ هو مشقة السفر مع قيامي السبب للحكم الأصلي. ليه العذر؟ ليه العذر؟ العذر هو المشقة، مشقة السفر، أو مباحا، أو كان الحكم المنتقل إليه الإباح كالسلم. السلم عبارة عن بيع موصوف في الذمة. طيب، هو إيه المشكلة بقى في السلم؟ أنت بتقول لي انتقلنا من أصل إلى، يعني من حالة أصلية إلى حالة استثنائية، هنسمي الرخصة استثنائية. إيه بقى الحالة الأصلية في السلم؟ مين يعرف؟ الأصل هو البيع. هي المشكلة في السلم إيه؟ إن المعقود عليه عند العقد معدوم. معدوم يا هلا، تقول معدوم لأن أنا قلت لك مثلا أسلمت إليك في سيارة، رحت كده لشركة مرسيدس، قل اللهم آمين هركبكم معايا والله، بس مش كل ده حتة واحدة، يعني كل واحد هاخده لفة ونرجع لفة ونرجع، بس تجيني إن شاء الله هركبك انت مرتين، مره مع جنب السواق ومره جنبي. فقلت لشركه مرسيدس اسلمت اليك في سياره وصفها كذا وكذا وكذا، واعطيت لها الاوصاف كامله وهي اعطتني الكتالوج. قلت طيب مباركه، مشكله فين؟ واعطيت لهم المال في مجلس العقد. يبقى ده سلم ولا مش سلم؟ سلم. ولكن اين المعقود عليه؟ ده المعقود عليه اصلا ليس موجودا، ده معدوم. معدوم لانه مش موجود، لسه هيتعمل. ده بالنسبه للثمن اللي السلم المؤجل. طب والسلم الحال؟ ما هو معدوم لانه مش موجود في مجلس العقد، لو هو موجود في المخازن. ما هو الشافعي اجاز السلم المؤجل والسلم الحال. ايه صوره السلم الحال؟ هروح لشركه مرسيدس وأقول لها كده وهي عندها في المخازن أسلمت إليك في سيارة مرسيدس وصفها كذا وكذا، تقول لي ها قبلنا هذا وإلى آخره، وأعطيتهم المال فورا وإحنا قاعدين. قالوا طب انزل استلمها خلاص. طب ما هي موجودة في المخازن. ولكن ده اسمه سلم يا مولانا، سلم حال، بس المعقود عليه مش موجود في مجلس العقد وليس معينا داخل العقد، وإنما هو موصوف في الذمة. في صورة السلام المؤجل هو معدوم أصلا، معدوم في وجودا، واخد بالك؟ وفي حالة السلام الحال هو موجود ولكن ليس معينا في المجلس. يبقى السلام مشكلته إيه؟ إن المعقود عليه معدوم في الأصل. طيب، ومن أجل ذلك السلم لو هتجري عليه قواعد الشريعة أنه لا تبع ما ليس عندك والغرر وإلى آخره، لا هو غير صحيح. ولكن الشرع نقلنا من دائرة فساده ومنعه وحرمته إلى دائرة جوازه. يبقى كان قبل كده إيه؟ نظرا إلى أنه عقد على معدوم ممنوع، مثل بقية العقود التي على معدوم. إحنا خدنا أن الشرع نهى عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها. لماذا؟ لأنه عقد على معدوم. أنت شايفه هو موجود أصلا؟ مش موجود. يبقى هو عقد على معدوم وهو غرر، وأنا مش شايف ولا مميزه، ومن أجل ذلك منعه الشرع. ولكن السلم
لما كانت حاجة الناس إليه كثيرة أجازه الشرع. يبقى المسوغ له هو حاجة الناس، العذر هو إيه؟ الحاجة. طيب السبب بقى للحكم الأصلي موجود لأنه هو معدوم. ففي السلم السبب للحكم الأصلي وهو كون المعقود عليه معدوم موجود، وكذلك العذر موجود وهو حاجة الناس. ولذلك نقلنا الشرع من منع هذه المعاملة وحرمتها إلى إباحتها. يبقى تغير التعلق من الحرمة إلى الإباحة. فهمنا يا مشايخ الإسلام؟ أو خلاف الأولى. يبقى هذا هو النوع الثالث وهو خلاف الأولى، وهذا أهمله الأصوليون كفطر مسافر لا يجهده الصوم. يبقى دي رخصة إيه؟ رخصة خلاف الأولى. فطر مسافر يعني فطر شخص مسافر لا يشق عليه مشقة شديدة الصوم، فحينئذ لو أفطر وانتقل من وجوب الصوم يعني صوم رمضان إلى جواز الفطر كان ذلك خلاف الأول. طب فين بقى السبب الأصلي للحكم؟ لا أنا عايز النص. لا دخول الشهر يا مولانا، سبب الصيام دخول الشهر. ربنا بيقولك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فسبب وجوب صوم رمضان دخول الشهر، ودخول الشهر موجود في حق ذلك الشخص المسافر الذي يريد أن يفطر بغير إجهاد له. ما هو لو أجهده الصوم كان الأولى له أن يفطر، لم يجهده كان الأولى له أن يصوم. قال تعالى وأن تصوموا إيه؟ خير لكم. يبقى انتقل من وجوب الصوم إلى خلاف الأولى في الفطر مع قيام السبب للحكم الأصلي وهو دخول الشهر. طب فين العذر؟ السفر أو مطلق المشقة، لأن هنا مش مشقة شديدة، وجود الأصل المشقة. وإن لم يتغير الحكم بل كان التعلق على حاله ولم ينتقل من حال إلى حال بأن لم يتغير أصلا رأسا كوجوب الصلوات الخمس، هنقوم نصلي العشاء، طب ما الحكم باقي. ده قالها سبحان الله، ده أنا حس الناس ساعات إن أنا غاية المأمول يتكلم سبحان الله. قال وإن لم يتغير تعلق الحكم، شايف الكلام الدقيق بتاع سيدنا الإمام؟ تعلق، يبقى كل التغير خلي في ذهنك إنه متعلق بإيه؟ بالتغير. يتغير التعلق كما ذكرنا بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والعمرة كل العزائم، أو تغير إلى صعوبة، تغير من سهولة إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام. قبل أن يحرم كان الصيد مباحا له، وبعد أن أحرم أصبح الصيد حراما عليه. لكن إيش السبب؟ السبب الإحرام.
يبقى السبب هنا اختلف، يبقى انتقل من سهولة إلى صعوبة، ولكن لا أسمي ذلك رخصة. لماذا؟ لأنه انتقل من سهولة إلى صعوبة، ونحن اشترطنا في الرخص أن ينتقل من صعوبة إلى سهولة. بعد إباحته قبله، ضمير الأول عائد إلى إيه؟ يعني الاصطياد، وقبله عائد إلى مشايخ الإحرام أو إلى سهولة، يعني انتقل من صعوبة إلى سهولة أهي. ولكن ليس هناك عذر، يبقى مش رخص. هو هنا ماذا يصنع؟ هو هنا بدقة شديدة يحاول أن يشرح القيود التي سبقت. كتاب رائع والله، كتاب ده أنا أدين له بالمعروف، وسأظل شارحا له إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. طيب، أو تغير إلى صعوبة، خلصنا منها، أو إلى سهولة، يعني من صعوبة إلى سهولة، لا لعذر، ولكن ليس هذا التغير الدافع له هو العذر، كحلي ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا، لمن لم يحدث بعد حرمته، يعني بعد حرمة ترك الوضوء. طيب، إيه اللي حصل؟ اللي حصل الأول إن الشرع كان يوجب على المصلي أن يتوضأ لكل صلاة، وكان ترك الوضوء لكل صلاة حرام. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن الشرع جاء وأجاز للإنسان أن يترك الوضوء لكل صلاة إذا كان متوضئا، فانتقلنا من دائرة حرمة ترك الوضوء لكل صلاة إلى جواز ترك الوضوء لكل صلاة، فانتقلنا من الصعوبة إلى السهولة. ولكن هل نسمي ذلك رخصة أم لا؟ لا نسميها رخصة. لماذا؟ لأن العذر مش موجود، ده تخفيف من ربنا سبحانه وتعالى. لكن إيه هو بقى العذر؟ إيه هو العذر الذي جعلنا ننتقل من الصعب إلى السهل؟ ليس هناك عذر. ولذلك كان الوضوء لكل صلاة واجب، ثم بعد ذلك أصبح الوضوء لكل صلاة غير واجب، فقد انتقلنا من وجوب إلى جائز. هنا الشارح عكسها، قال يحرم ترك الوضوء لكل صلاة، انتقل إلى جواز الوضوء لكل، إلى جواز ترك الوضوء لكل صلاة. ولكن أين العذر؟ لا لعذر، ترفيها على المكلفين رحمة بهم، ولكن لا لعذر يرجع إلى المكلف. قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته، بمعنى أنه خلاف الأولى، يعني الجائز ده ما حل، يعني إيه؟ يعني جواز الترك، جواز الترك دوت شأنه إيه؟ أنه خلاف الأولى، لأن الأفضل والأحسن لكل صلاة أن تتوضأ له، وترك الوضوء لكل صلاة خلاف الأولى. لكن لابد للرخصة أن تشتمل على عذر، ولا بد للرخصة مع قيام أو من قيام السبب للحكم الأصل. قال أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي. كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار، يعني أمام العشرة من الكفار. إحنا كان عندنا مرحلتين، انتبهوا. المرحلة الأولى أنه يجب أن
يثبت واحد أمام عشرة من الكفار. ثم بعد ذلك خفف الله عنا وأوجب أن يثبت الواحد أمام الاثنين، فانتقلنا من وجوب ثبات الواحد أمام العشرة إلى ثبات الواحد أمام الاثنين. ولكن ده صعب إلى سهل، ماشي. السبب بقى للحكم الأصلي موجود؟ لا، مش موجود، لأن سبب ثبات الواحد أمام العشرة هو أن المسلمين كانوا قلة، فلما كثر عددهم كان الواحد يثبت أمام الاثنين. فالسبب للحكم الأصلي في الواحد أمام العشرة هو القلة، وفي الواحد أمام الاثنين هو الكثرة، فاختلف السبب للحكم الأصلي. وأكيد أن هذه لم تبقى عند الكثرة اللي هي القلة. قال: كإباحة ترك ثبات الواحد، ترك ثبات أو أباح ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين أمام العشرة، للعشرة يعني أمام العشرة، كتبتها أنا اللي فاتت كده، تلاقيك كتب عنه، من الكفار في القتال، في قتال المشركين بعد حرمته. انتبه يا مولانا، هي رخص إباحة وانتقلنا إلى حرم، ده الرخصة كده، من صعوبة إلى سهولة، بس هنا مش رخصة. قال: كإباحة ترك بعد حرمته، يعني كان حراما ثم بعد ذلك أصبح مباحا، انتقلنا من صعوبة إلى سهولة. ولكن السبب للحكم الأصلي وهو الحرمة لم يكن موجود عند الإباحة، لأن سبب الحرمة قلة عدد المسلمين، وسبب يعني الإباحة هي كثرة العدد، وسببها أي سبب الحرمة قلة المسلمين، ولم تبقى حال الإباحة، يعني ولم تبقى القلة حال الإباحة، لأن حال الإباحة في كثرة مش في قلة، ولم تبقى حال الإباحة لكثرتهم حينئذ، يعني حين إذ أبيح ترك الثبات المذكور، حين إذ أبيح ترك الثبات المذكور. وعذرها، طب ما العذر موجود، المشقة، مشقة الثبات، واحد قدام العشرة شق جدا، وأيضا واحد أمام الاثنين شق، لكن المشقة درجاتها مختلفة، ويكتفى فيها بوجود أصل المشقة. فهمت يا مولانا؟ خليك كده في حتة الدقائق دي. قال: وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا، يعني لما كثر عدد المسلمين أصبح ثبات الواحد أمام العشرة شاق جدا جدا، فعزيمة، يعني فهذا التعريف الذي سبق ذكره يسمى عزيمة. فالحكم غير المتغير أو المتغير من الصعب أو السهل المذكور يسمى عزيمة. وقال بعضهم، وبعضهم خص العزيمة بالواجب، لا، العزيمة هي ما كانت صادقة على الواجب، ولذلك قال: هي ما لزم بإيجاب الله، فخصها بالواجب بس. وده تقريبا ما ذهب إليه الغزالي. أمدي ولا أنا متذكر إنه هو الغزالي؟
أنا ذكرتها للغزالي ولا هو في الحشر بيقول الأمدي؟ هو صح الأمدي، لكن هل معه الغزالي؟ ها؟ طيب على كل حال خلينا مع الحشة إن دوت ما ذهب إليه الإمام الآمدي، وأنه خص العزيمة بالواجب وقال ما لزم بإيجاب الله سبحانه وتعالى، حتى يخرج ما لزم بإيجاب نفسك وهو النذر، ما لزم بإيجاب الله. وبعضهم بالواجب والمندوب، يعني وخص بعضهم العزيمة بالواجب والمندوب، وهما ذهب إليه الإمام القرافي. نعم هتلاقيه مذكور في تنقيح الفصول. وقيل إن العزيمة تشمل، طيب، ولذلك عرف العزيمة بأنه المطلوب شرعا، والمطلوب شرعا هيصدق على الواجب وهيصدق على المندوب. والذي ذهب إليه الجمهور هو أن العزيمة تشمل الأحكام الخمسة. طيب انتهينا من درس الرخصة والعزيمة. الإمام البيضاوي له تعريف لطيف، وأنا أرى أن تعريف الإمام البيضاوي في الرخصة تعريف لطيف جدا، وهو الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل لعذر. حكم ثابت بدليل على خلاف دليل لعذر، يبقى حكم ثابت بدليل على خلاف دليل لعذر، دي الرخصة. حكم ثابت يبقى جعل الرخصة من قبيل الأحكام، حكم ثابت يبقى لابد حينئذ أن تكون الرخصة حكم شرعي ثابت بدليل. هو يريد أن ينبه على أن الرخصة من شروطها أن تكون بدليل من الأدلة المعتبرة، على خلاف دليل يبقى هناك دليل آخر جاء هذا الدليل الثاني حتى ثبت على خلافه لعذر، أي بسبب العذر. يعني أنا عندي دلوقتي أهو الميت حرام أكله، يبقى حرمة أكلها حكم ثابت بدليل. إيش الدليل الذي حرم أكل الميتة؟ حرمت عليكم الميت، فحرمة الميتة حكم شرعي ثابت بدليل من الأدلة الشرعية. طيب الرخصة بقى، الميتة في الأصل أنها ثابتة بدليل شرعي. طب الرخصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يبقى أجاز أكل الميتة للمضطر. فإجازة أكل الميتة للمضطر، الإجازة هنا بتجامع الوجوب، خلي بالك. فإجازة أكل الميتة للمضطر ده حكم، صح كده؟ ده إجازة هو يعني واجب، ثبت بدليل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثابت بدليل على خلاف دليل، اللي هو إيه؟ اللي هو حرمت عليكم الميت على خلاف دليل لعذر. العذر هو إيه؟ الضرورة. أنا خلاص لو ما أكلتش هموت، أنا محتاج حاجة شديدة، ده إيه؟ ده الضرورة، إذا لم يتناولها الإنسان هلك. يبقى دي هي يا مشايخ، يبقى هي ديت الرخصة. طب النسخ بقى والمنسوخ هل يدخل معنا؟ لا ما تدخلش معانا. ليه؟ لأن الناسخ ده حكم وثبت بدليل وأيضا على خلاف دليل،
ولكنه ليس للعذر. الله سبحانه وتعالى أوجب في البداية على المعتدة عن وفاة أن تتربص عاما كاملا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فأوجب الله سبحانه وتعالى على المعتدة من وفاة أن تتربص عاما كاملا. يبقى وجوب اعتدال المعتدة عن وفاة بعام كامل حكم شرعي قد ثبت بدليل، صح كده؟ ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، احنا بنمهد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ثاني الأمر على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص 130 يوم، أربعة أشهر وعشرة. فوجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة حكم ثبت بدليل، على خلاف دليل اللي هو إيه؟ اللي هو السنة الكاملة. ولكن هل الحكم الثاني كان لعذر؟ لا، ده تخفيف من المولى سبحانه وتعالى. أولا العذر مش موجود، العذر اللي هو الداعي للتغيير اللي هو المشقة مش موجود. يعني القضية أن ربنا سبحانه وتعالى لم يفعل أو لم يعني يشرع هذا ولم يحكم به لأجل هذه لهذا العذر، فخرج بقوله لعذر النسخ والمنسوخ. ده هكذا في الشروح. وخرج أيضا قوله بعذر الترجيح بين الأدلة، لأن أنا عندي الراجح ثبت على خلاف المرجوح ولكن لا لعذر. عندي مثلا حديثين، الحديث الأولاني من مس فرجه فليتوضأ، وعندي حديث آخر وهو إن هو إلا بضعة منك. فحديث إن هو إلا بضعة منك ثبت مخالف لحديث من مس فرجه فليتوضأ والعكس، ولكن أيضا لا لعذر. وهكذا لما نشرح إن شاء الله البيضاوي نبقى نشرح معه التعريف كاملا، لكن تعريف الإمام البيضاوي للرخصة تعريف أوفى وألطف وأقصر. يبقى الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل لعذر. طب والعزيمة؟ قال هو الحكم الثابت بدليل كالصلوات الخمس، الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل لا لعذر. الحكم الثابت بدليل لا على خلاف دليل أو على خلاف دليل لا لعذر، فيشمل الأحكام التي وجبت ابتداء كالصلوات الخمس صوم رمضان، فهذه الأحكام ثبتت ابتداء لكن لا في مقابلة أحكام أخرى ثبتت بدليل، أو أن الرؤى العزيمة حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر ولكن ليس لعذر. طيب انتهينا من الرخصة والعزيمة.